بسم الله. لو انا عايز ارسم تراس، باجي من اوبجكت، هعمل هنا في السيرش، فتظهر لي الاشكال ديت. هبدا اختار اقرب شكل اللي انا عايزه، اوريكم مثلا دوت، وابدا اشوف السكشن، قولي ان انا اعدل براحتي الطول والارتفاع، كل الخصائص تحت اللي انا عايزها. تمام، اقول اوكي وابدا احطه اهوت، ولي ان انا اعدل فيه زي ما انا عايز، اعمل له سيلكت واسحب منها زي ما انا عايز، اقول له انا عايز اعمل له موف، عايز ان انا احرك فيه الشكل دوت. هل انت عايز تغير في الزد ولا عايز تغير في ايه بالظبط، او تعمل موف؟ فدي فكرة ان هو الحاجة انشائية بس مش موجودة هنا، ممكن اجيبها من اوبجكت اعمل عليها سيرش وانزلها وابدأ اعدل في الخصائص بتاعتها بحيث انها تناسب المشروع معايا. هتلاقي اشكال كتيرة، تبدأ تشوف الانسب ليك، اوكي تبدأ تحطها وتعدل فيها زي ما انت عايز.